يمكن المباراه سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني؟ والله يا عماد انا مش هقدر اكلف، انا ما ببقاش قريب يعني، انا ببقى بعيد طبعا. ده بيبقى مع كابتن ايوب، مع كابتن علي ماهر، مع المستر اخوان، لان انت كمان النهارده كنت مشغول مع مسعد عوض كمان، لان انت كنت مشغول كمان يمكن مع مسعد عوض اكتر، وكنت قلقان بحاله احمد عادل. بسخن مسعد، بقول لمسعد ماشي تبقى جاهز لحد ما الثلاث تغييرات تموا، فخلاص بقى بالنسبه لي خلاص الامور مش هينفع طبعا، لا قدر الله حصل حاجه مش هيبقى في تغيير يعني. المباراه المقاولون العرب اللي جايه صعبه شويه؟ اصعب من دي كمان؟ طبعا هتبقى اصعب من دي بكتير، بس خد بالك يعني احنا عملنا، ما احنا الشرطه كانت فرقه يعني، الشرطه كانت عامله اداء كويس صحيح قبل ما نلعبها، وعملنا اداء معاها محترم جدا واداء كويس، وكسبنا ثلاثه. الاسماعيلي عملنا اداء معاها اداء كويس، ورغم ان احنا تعادلنا بس كنا ممكن نكسب وضيعنا فرص كتير. فالواحد ما بيخافش غير من الفرق اللي هي بتبقى داء يعني، الامور دي بتبقى صعبه جدا علينا يعني. انت شفت الاسيوطي عملنا معاه مباراه صعبه، الرجاء خسرنا من الرجاء النهارده، بنكسب مكسب صعب. الشوطه كده مكسب سهل، وكنا عملنا اداء كويس. الاسماعيلي عملنا اداء كويس رغم ان احنا ما كسبناش، انما كنا ممكن نكسب. الثلاث فرق اللي هم يعني اللي بتتكلم على الاسيوطي وبتتكلم على الرجاء باقي من السنه اللي فاتت ودمنهور، كانت ثلاث مباريات صعبين جدا علينا، لكن الحمد لله. صحيح. كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى نادي الاهلي، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا ومليون مبروك مره ثانيه ليك للجهاز الفني وللعيبه. دكتور عايز اتكلم على كابتن